نعم شيخ بارك الله فيك، شخص لديه من البنات 11 بنت وسبعة أولاد، أعطى البنات مزرعة والأولاد ما أعطاهم شيء. نعم، هل الأولاد كبار أو صغار؟ نعم كبار يا شيخ. كبار، هل سمحوا بهذا؟ ما إلا الآن العقيدة الحياة الوالد. إيه أقول هل سمحوا؟ يعني لو قال لهم يا أولادي أنا أعطيت خواتكم كذا وكذا سمحوا؟ نعم. تسمحون أو لا؟ سمحوا. سمحوا عن طيب نفس؟ نعم. ما في شيء. طيب ما لهم شيء الأولاد التقسيم يعني؟ لا إذا مات تقسم التركة حسب فرائض الله. جزاك الله خير.